مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. منورنا ومشرفنا وجودكم معانا دايما، هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. والنهارده حلقه معجنات للمدارس، هي هتسمعها معجنات مدارس، مش يعني مش مفتكسين، معجنات بسيطه جدا جدا سهله وتحل محل السندوتشات. ممكن تتعمل بكميه كبيره وتتشال في الفريزر، تنزلوا منها كل يوم للولاد، تتسخن في الميكرويف وياخدوها معاهم، حاجه منتهى السهوله والبساطه واي حشوه في الدنيا تليق معاها. تعالوا نشوف مع بعض ايه المقادير وهنعمل ده مع بعض ازاي ونشوف كل حاجة مع بعض. يلا بينا. اول حاجة طبعا العجينة، هي اول حاجة العجينة وهي الاساس. لو العجينة ظبطة معانا كل الباقي بسيط. محتاجين 3 كوبايات من الدقيق وربع كوباية من الزيت، معلقتين صغيرين من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح، وكوباية ونص من المية الدافية. هي قريبة جدا من عجينة البيتزا على فكرة، لكن لما بتبقى معجنات بتبقى لذيذة قوي. لو حد حابب يزيد شوية زبادي يعجن بيه مفيش مشكلة خالص، ممكن يعمل كده. طيب بالنسبة لدهن الوش هنحتاج بيضة وشوية حليب وشوية رشة من القهوة سريعة الذوبان، ونقدر بقى نحط سمسم أو حبة البركة أو زعتر ناشف براحتنا. الحشوات عندنا تشكيلة متنوعة وانتوا تقدروا تشكلوا براحتكم بالظبط بالظبط كأنكم بتعملوا سندوتشات. سوسيس بقى، بسطرمة، تركي مدخن، جبنة فيتا، جبنة رومي شرايح، جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر حمراء، وبرضو جايبين اللي قبليها كانت صفرة، طماطم، فلفل ألوان، زيتون أسود، وعندنا برضو حشوات حلوة، مربة مشمش وحلاوة طحنية. ويلا بينا ندخل على الشغل على طول. ماشي، أول حاجة هنعمل العجينة. وقبل ما نعمل العجينة نفكركم بأرقامنا، تقدروا تتصلوا بينا على 0900 917 10 من أي تليفون أرضي ومن أي موبايل. تقدروا تتصلوا بينا على كام؟ 19 17 10 17 10. يلا بينا نبدأ عجن. ودايما في العجن بنستخدم سلاح الخطاف أو الهوك اتاتشمنت، هو اللي بيكون مناسب للعجين التقيلة اللي من النوع ده. هنبدأ أول حاجة هنا نخلط المكونات الجافة. أنا عندي هنا الدقيق، هحط له الخميرة، هحط له السكر، هحط له الملح، وعايزة أخلط المكونات دي كلها بمضرب سلك. أطمن بس إن كل الخميرة اتوزعت والسكر والملح وكل حاجة مش متكومة في حتة واحدة ومتوزعة كويس قوي. مهم قوي الخطوة دي، خطوة توزيع المكونات الجافة مع بعضيها. تقليبة بسيطة كده ويلا بينا على العجان. هحط كل المكونات الجافة. انتوا يضايقكوا في حاجة اني اعمل كده شوية عشان املكوا بس. يلا الدقيق، وهحط مع الدقيق الزيت. هبدأ اعجن وانا بضيف المية الدافية. المية في ايدي اهي، وهبدأ اضيف تدريجيا. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان العجينه زي ما انتم شايفين كده، بصوا بقت كوره. كوره حلوه؟ لا، كوره منعكشه خالص ولسه ملهاش قوام لطيف كده
ومش مطاطية ولا متجانسة ولا أي حاجة. هنبدأ دلوقتي نعجن فيها من أول ما نشوف المنظر ده، نحسب 10-12 دقيقة عجن متواصل لحد ما العجينة تبقى أنعم حاجة. ناخد نورهان وبعد كده نكمل. يا نورهان أهلا وسهلا. ازيك يا سارة؟ ازيك يا حبيبة قلبي، عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ أنا زي الفل. وحشتني جدا جدا. تسلمي لي يا رب. تسلمي. انا عايز اقول لك ان انا كنت مفتقده البرنامج ومفتقده القناه وانتوا مش موجودين، حتى انا كنت يعني بدخل لك على السوشيال ميديا اسالك الساره انت هترجعي هوا امتى. يا روح قلبي والله احنا كنا مفتقدينكم يا نورهان فوق ما تتخيلي. عارفه قاعدين بقى زي اللي ايه، لا ايه ده، انا عايزه ارجع كل يوم كل يوم، حاسين عايزين نرجع فعلا. والله حبيبتي حبيبتي من القلب للقلب. والله يعني انا كل شويه قلت كده يا ساره كده مش ترجع، كنت بكلمك والله. يا حبيبه قلبي ربنا يخليك يا رب، ما تحرمش من سؤالكم ابدا. بس عايزه اقول لك الديكور جميل وانت اجمل حاجه في الديكور. عايزه اقول لك ان القناه دي كلها يعني بسم الله ما شاء الله حاجه جميله، حاجه كلها الفه ومحبه. انا حبيت القناه من حب الناس اللي موجوده فيها. يا رب يخليك. ومن يعني الحب اللي ظهر فيه. شوف يعني حاجه مش متصنعه، لا حاجه طبيعيه. الحمد لله. القناه جميله جدا جدا جدا، وكل الشيفات اللي فيها شيفات محترمه وشيفات انا بحبها وبستفاد منها. يا حبيبتي ربنا يعزك ويخليكي، وكلامك ما تتخيليش اسعدني قد ايه، وهو كله في محله الحقيقه. هو فعلا هنا الخناق حقيقي والحب حقيقي عادي زي العيله، يعني بنتخانق ونتصالح ونحب بعض ونعمل حاجات مع بعض ونقفش على بعض عادي زي بالظبط بالظبط اي عيله طبيعيه جدا فيها كل الدراما اللي في الحياه. فانا سعيده جدا والله ان انتم حاسين بده وان واصلكم، وهو فعلا حقيقي وفعلا زي ما واصلكم بالظبط. يلا بينا نعجن. احنا ممكن نطلع فاصل عشان احنا هنعمل دوشه 12 دقيقه. تحب تطلع فاصل؟ يلا بينا هنطلع فاصل صغير جدا، ولما نرجع نكمل حلقتنا مستنياكم. من الفاصل والعجينة خدت حقها في العجن وزيادة. أهم حاجة العجن يا جماعة، العجينة اللي ما بتتعجنش كويس هي اللي بتبقى مكتومة وهي اللي بتبقى كده رخمة. وخلونا بقى نقلع كل اللي في ايدينا عشان احنا هنشتغل بايدينا بقى العجينة، فتبقى كده ايدينا ما فيهاش اي حاجة خالص. حتى ساعة هقلعها. متتريقوش عليا، انا بلبس ساعة اطفال عشان ايدي صغيرة. يلا بينا. بصوا بقى العجينة بعد ما تتعجن الشكل يفرق 180 درجة، بقت حاجة تانية خالص. أصلا العجينة المنعكشة الوحشة اللي مش حلوة خالص المكتومة اللي كنا شايفينها في الأول دي مش هي طبعا اللي عندنا دلوقتي تماما. دلوقتي عندنا عجينة كده محترمة بنت ناس ناعمة وقمر، ولو لفيناها نلاقيها بتتلف معانا وزي الفل. نكورها بالشكل ده، شايفين تحفة. وعلى التخمير يلا بينا. بولة البولات محشورين في بعض. بولة تتحط فيها العجينة، ممكن ترشوها دقيق ممكن تدهنوها سمنة زيت قصدي براحتكم. تعالوا نرش دقيق وهحط العجينة. رش الدقيق على الوش برضو، ممكن دهنة زيت زي ما قلتلكوا كله بيمشي مفيش مشكلة. وهجيب رول الاسترتش. ماشي اللي مش موجود هتقولي رول استرتش مفيش في الدرجين مفيش. وهنغطي العجينة ونسيبها تختمر. بنسيب العجينة تختمر لحد ما تتضاعف في الحجم، تبقى مطاطية جدا مليانة هواء، العجينة تتفاعل فيطلع تاني أكسيد الكربون اللي بيخليها تعلى، ونبدأ نشتغل بيها. طبعا ده بياخد شوية وقت، في الجو دلوقتي برد كمان بياخد وقت أكتر من الصيف. في الصيف العجينة ما بتلحقش، لكن في الشتاء ممكن تاخد مننا شوية وقت زيادة والعجينة تتضاعف في الحجم لحد ما تبقى زي ما انتوا شايفين كده. شايفين؟ تحسوها عايزة تهرب من البولة. نفتح
واحنا بنكلم رهف. يا رهف اهلا وسهلا. دلوقتي بنتي رهف عايز تكلمك. ماشي يا رهف. الو ازيك؟ ازي حضرتك يا رهف؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. انت حلوه؟ الحمد لله. يا رب دايما يا جميله. انا بحبك قوي حبيبه قلبي. عايزه طريقه الكب كيك. عايزه طريقه؟ ده احنا امبارح عملنا حلقه كب كيك كامله، شفتيها ولا لا؟ شفتها. عجبتك؟ طيب يا حبيبتي ربنا يخليكي لماما يا رب، ونورتينا وشرفتينا، اهلا وسهلا بيكي. نقدر بقى نعمل بالعجينه دي اللي احنا عايزينه. انا هعمل لكم بيها مثلا دلوقتي، تعالوا نعمل رولات سوسيس. نفرد بس العجينه، نساعدها كده على شكل مستطيل، وطبعا دقيق على الدقيقه، على الدقيقه ايه، على العجينه، ودقيق على الكاونتر اللي بنشتغل فيه. ناخد مدام نادي على التليفون واحنا شغالين. يا مدام نادي اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا حبيبتي قلبي. ازيك يا مدام نادي، عامله ايه؟ الصوت وحش قوي. المطبخ الجديد يا حبيبتي. ما سمعتش حاجه. ايوه يا مدام ناديه. منور بيكي اكتر والله يا ساره حبيبه قلبي، ربنا يخليكي. عامله ايه امبارح؟ والله حاولت ادخل اهنيكي ما عرفت. ما انا استغربت امبارح لقيتك ما كلمتنيش، قلت ايه ده، فين مدام ناديه؟ والله ابدا وحياه ربنا. انا يعني طول ما البرنامج مش بيجمع والله، انا فرحت دلوقتي انه جمع والله. يا حبيبتي ولا يهمك، هو مكانك في اي وقت. ما يا ساره مش معقوله. ما حبيبتي يا مدام، ما انا قلق. لا انا قلقت والله، استغربت قلت فين، قلت اكيد مدام نادي هتكلمني، فقلقت عليك. على اي حاجه يا حبيبتي. حبيبتي يا مدام مبروك، والمطبخ اخر سياكه وجمال والله يا ساره. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. يا ريتنا مش عارفين نقول على ده ولا ده ولا ده. ربنا يخليك ما شاء الله. ربنا يجعلها فتحه خير عليكم جميعا يا رب. يا رب يا حبيبتي، شكرا جزيلا. شكرا ليكي يا مدام ناديه، نورتينا وشرفتينا. واشكركم يا جماعه على كل كلامكم الجميل امبارح. كمان نزلت فيديو كده للمطبخ، كل التعليقات كانت جميله جدا 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 ومشجعه، وبشكركم الحمد لله يعني ان احنا ما خذلناكوش، ده اهم حاجه عندنا. فردت العجينه فرده عاديه خالص، وتعالوا كده بقى نعمل ايه حشوات مختلفه. انا عندي هنا سوسيس، عندي جبنه رومي، عندي بسطرمه. تعالوا ناخد مثلا نعمل واحده بالسوسيس. ادي السوسيس وادي الجبنه الشيدر. انا عايزه اشرح لكم انا هشتغل ازاي. انا هشتغل بالطول، هفهمكم دلوقتي انا هعمل ايه. فعشان كده عايزه افرد العجينه كده شويه. يلا بينا. هاخد شرايح من الجبنه الشيدر، بالشكل ده. وهحط السوسيس جواها كده، وهاجي اقفل كده. ادي اول واحده. انا بس عايزه اشوف، انا لسه طبعا يا جماعه مش حافظه بقى اماكن الحاجه قوي، تعذروني. اهو قطعت بيتزا. نيجي، لا دي قطعت بيتزا، ايه تبوظ البيتزا، مش عايزينها، ناخد سكينه احسن. نيجي ايه كده ونقفل الاطراف، تتقفل على اللي جوه. ده ينفع يتساب زي ما هو، وينفع يتعمل حتت براحتكم. ادي ساندوتش اهو. ماشي، لنفترض ان انا عايزه اعمل مثلا ساندويتش جبنه بالبسطرمه، جبنه رومي بالبسطرمه. سلام. هاجي هياخد الجبنه الرومي، البسطرمه، ممكن والله علشان كمان نكسر حدوقه الطماطم، سوري الجبنه الرومي والبسطرمه، نحط شويه طماطم. ممكن كمان
عندنا فلفل، شويه فلفل انا مقطعين هنا اصفر على احمر على اخضر، نحط شويه كمان، وادي ساندوتش اهو، وساندوتش يعني محترم. نبدا نلف ونقفل، نيجي كده بالعجينه، بسم الله الرحمن الرحيم، نقفل، نلم كل حشوتنا جوه ونقطع. خلوني اقطع بالسكينه احسن، وانا بكلم ام جاسر. يا ام جاسر اهلا وسهلا. ازيك يا شيف ساره؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ عامله ايه؟ الحمد لله، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. سلامة الجروب كله. الله يسلمك يا حبيبه قلبي ويخليكي، اهلا بيكي. شيف ساره بعد اذنك، بس لو في معجنات ممكن تتعمل مثلا بالايد بدل مثلا ما عنديش؟ ايوه طبعا عجينة. طبعا ممكن، طبعا احنا بنعجن بالعجينه عشان احنا في البرنامج اختصارا للوقت مش اكتر، لكن حضرتك تقدري تعجني بالايد عادي جدا، ما فيش اي مشكله. والد حضرتك عامل ايه؟ وهو والدتك زي الفل. من ايه؟ كلهم زي الفل يا حبيبه قلبي، تسلمي لي يا رب، ما تحرمش من سؤالك. تسلمي يا جميله، ربنا يخليكي. عملنا جبنه رومي وبسطرمه، تعالوا نعمل شيدر وتركي مثلا. ادي التركي، وادي نحط له شويه شيدر صفرة، واحنا بنكلم خلود. يا خلود اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. يا رب دايما. انا معجبه بيكي مع حضرتك جدا، وبتفرج على كل حلقات. يا روحي ربنا يخليكي يا جميله. انا معاكي، اتفضلي. بس كنت عايزه اعرف طريقه البيتزا. حاضر. البيتزا على فكره يا خلود نفس العجينه اللي احنا عاملينها دي بالظبط، وهنعمل حلقه بيتزا ان شاء الله قريبا من عيني الاثنين. حلقه البيتزا يعني من الحلقات اللي ما بتزهقش منها بصراحه، انا شخصيا ما بزهقش من اني اعملها، بحبها قوي. وحطينا له هنا زيتون، ادي واحد كمان، هنلم الاطراف ونبرم. موضوع بسيط خالص، ما حدش عقد نفسه، ما فيش عجانه، عادي جدا، بلفنا اتفتحت مننا عادي جدا، يعني الموضوع مرن جدا فوق ما تتخيلوا. وادي واحد كمان. الرولز دي كلها احنا ممكن زي ما قلنا كده ينسبها رول كبير كده ويبقى ساندوتش طويل، ينقسمها. انا والله يعني ممكن اقسمها على اساس تبقى صغيره على قد الولاد. ماشي. ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن نعمل مربى. المربى هتقول لا؟ اكيد لا، مش هتقول لا. ناخد كده شويه مربى مشمش، قطع بيوريه كله يمشي، وما تشغلوش بالكم قوي بانكم توزعوها، هي بتتوزع لما تدخل الفرن. وممكن تحطوا لها جبنه كريمي لو حابين، على فكره هتبقى جميله جدا، جبنه كريمي بالمربى. ونلم الاطراف وادي ساندوتش مربى. بقى عندنا ثلاث رولات كل واحد حاجه، يلا بينا. هنعمل ايه بس؟ هنشيل الطرف العجينه الكتير ده من هنا ومن هنا، وهنبدا نقسم ده. مثلا ممكن نقسمه ثلاثه اهو، واحد اتنين تلاتة. نعمل نفس الحاجة في اللي بالبسطرمة، نشيل طرف العجينة الكتير ونقسم، واحد اتنين تلاتة. بقى عندي تلات ساندوتشات بسطرمة. السوسيس تعالوا نعمله صغير صغنطتين خالص، برضو طرف العجينة بصوا بقى جوه جبنه وسوسيس. ايه رايكم
تطلعوا فاصل صغير جدا عبال ما نرص الحاجات دي على صينيه، صينيه مدهونه زيت او عليها مفرش سيليكون اللي يعجبكم، كله مناسب وكله هيطلع تمام. فاصل صغير ومستنياكم. رجعنا من الفاصل ورصينا في صينيه، الصينيه دي انا دهنتها زيت خفيف قوي 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 يعني. هبدا دلوقتي احضر خليط الدهن، هاخد معلقه كبيره من اللبن بس كفايه قوي كده، هدوب فيها رشه من القهوه سريعه الذوبان، وقبل ما تحطوا البيض دوبوا القهوه، يعني لو حطيتوا البيضه ما بتدوبش بسهوله، دي نصيحتي يعني ليكم. بصوا ده بيت في ثانيه ما دام البيضه مش موجوده. حطوا بقى البيضه دلوقتي يبقى كله ممتزج جدا وزي الفل. تقليبه تمام، ونرجع بقى ندهن. فين الفرشة؟ اهي، خلونا نجيب فرشة تانية عشان دي مطرحها زيت فغالبا ايه مش هيمسك فيها الدهان. وهننزل لكم على الشاشة دلوقتي تاني مقادير العجينة والحشوات وكل حاجة علشان الناس اللي ما شفتهاش وما كانتش ايه معانا من اول حلقة. دهنا كده بتدي لون روعة، اللي مش عايز يدهن مفيش أي مشكلة، اللي عايز يدهن بحاجة تانية ممكن يدهن بلبن أو بكريمة، كل ده ينفع وهيدينا نتيجة رائعة. أنا الأساس بالنسبة لي العجينة، عملتوا العجينة مظبوط خلاص، كل الباقي ده بذوقكم أنتوا، سواء حشوات سواء دهن كله على مزاجكم مفيش مشكلة. أدي أول صينية جاهزة، نعمل فيها إيه؟ تعالوا نحط لها شوية سمسم وحبة البركة، ممكن سمسم بس ممكن ما نحطش خالص، كل ده متاح، احنا قلنا الموضوع ايه بذوقكم. وادي اخر اتنين، طبعا لما بنحط والبيض لسه مدهون السمسم وحبة البركة بيمسكوا على طول ما بيقعوش مننا ايه بعد الخبز. وعلى فرن سخن على درجة حرارة 220-240 على الأقل، ندخل والحرارة من فوق وتحت، وهنشغل مروحة مدام متاحة، مدام عندي مروحة هشغلها، ما عنديش خلاص تمام أمر الله، بس لو عندي هشغلها على طول. ايه خير ماشي، ثانية بس نشيل ايه الرف اللي تحت ده، معرفش ليه محطوط. يلا، والمعجنات بتاعتنا بتستوي، اتأكد من درجة الحرارة تمام، كل امورنا تمام، يلا بينا. دي اللي كنا عملناها بالمربى انا لفيتها بالشكل ده فبقى شكلها زي الفطيرة كده، وندهنها واحنا بنكلم ام يوسف. يا ام يوسف اهلا وسهلا، قطع يا ام يوسف كلمينا تاني، اهلا وسهلا بيكي. ادي دي كمان، ممكن يعني لا هتتلسع، نحطها في الرف اللي تحت احسن. يلا نفس الكلام، مروحه وحرارة من فوق وتحت، درجة الحرارة 240 ممكن 220 ما يجراش حاجة، المهم ان الفرن يكون سخن جدا. ونيجي هنا على الرولز الصغنطوطة البايتس بتاعة السوسيس، هندهن برضو وانتي وقعتي كمان انتي ليه، بنظبطهم بس. ندهن
وممكن نرشها بحاجه وممكن ما نرشهاش. انا هحط لها زعتر، ايه رايكم؟ او ممكن حابه نحط لهم زعتر وحابه نحط لهم سمسم. يلا وممكن على فكرة مع الزعتر رشة سمسم أو حبة البركة، مفيش مشكلة. ناخد أم يوسف على التليفون. يا أم يوسف أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك يا أستاذة سارة. إزيك يا حبيبة قلبي؟ أتمنى بس تلبي لي طلبي، لأني مهددة بالسجن، فعليا 7000 جنيه، فمش عارفة أعمل فيهم إيه، مش عارفة أجيبهم منين. يا حبيبتي سيبي اسمك وتليفونك مع الكنترول، لو في أي حد يحب يساعد أم يوسف يتواصل معانا وأكيد هنوصلكم ببعض. وأهلا وسهلا بيكي. كده كل حاجة جاهزة. تعالوا نعمل بطريقة تانية. افرض انا مش عايزة افرد واعمل رول، انا عايزة ابسط من كده، ما فيش مشكلة خالص. عادي جدا اني اجي اخد حتة كورة كده من العجينة، اكورها، اديها بس لفاية عشان اطمن انها اتكورت كويس، وبايدي ادي بس رش الدقيق، بإيدي كده أفردها، مش محتاجة حتى نشابة. أقصى حاجة ممكن تحتاجوا لها النشابة اللي بإيد الصغنطوطة لو عايزين، يعني بس يعني انتوا حتى من غيرها تقدروا تشتغلوا كده. هنفرد وممكن أجي أعمل إيه، أحط في النص حتة جبنة على اي حاجة انا عايزاها. يا ام يزيد اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك حبيبتي؟ ازيك يا شيخ سارة، عاملة ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ انا حلوة يا غالي، انت عاملة ايه؟ يا رب دايما يا حبيبتي، انا زي الفل الحمد لله. شكرا يا حبيبة قلبي. وبعد كده اللي يكلمنا اسمعونا من التليفون يا جماعة، رقنا نشف واحنا بنقول، ما بنعرفش نسمعكم لما تسمعونا من التلفزيون والله. شوية بسطرمة وهنقوم عاملين ايه، بصوا هنلم الاطراف ونقفل. نقفل كويس جدا على الحشوة اللي جوه. بس كده بقى ساندويتش مدور كده صغنطوط زي الكايزر. نقدر بقى نعمله محشي اي حاجة، زي بالظبط ما عملنا في الرول وحشيناه اي حاجة، نقدر برضو في الكايزر نحشي اي حاجة، ما فيش مشكلة خالص. تعالوا نكرر ونشوف كل مرة في افكار هتجيب لنا ايه. ادي العجينة بايدينا او بالنشابة الصغنطوطة بنفردها، وهي بيني وبينكو يعني خمرانة كويس جدا، مش محتاجة اصلا نشابة. معانا مدام هالة على التليفون. يا مدام هالة اهلا وسهلا. ايوه حبيبتي اهلا بيكي. زيك بيكي يا حبيبتي، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. والف مبروك، وزيك وزي العيلة كلكم كويسين ان شاء الله، والكاست وكله كله خير ان شاء الله، كله زي الفل. بقى اتصل بحضرتك حبيبتي، منوروني وكلهم زي الفل وبيشكروكي. انت اللي منورة الدنيا كلها والله. ربنا يخليكي حبيبتي ويعزك. ربنا يخليكي، وكل حاجة فيكي حلوة الصراحة. الله يخليكي يا حبيبتي، وعمايلك كل حاجة. من زوق. بس أنا عايزة أسأل حضرتك على حاجة. أموريني. ممكن؟ أموريني. الله يخليك، حلوة الامر لله. انا دايما لما بعمل العجينه بتاعت البيتزا دايما بتطلع مني بتلزق في ايدي. يعني فاهمه حضرتك، العجينه بتلزق في ايدك؟ بتلزق قوي قوي. احط عايزه دقيق. دقيق بس؟ نقدر الدقيق قليل، حطيتي سوائل كتير فبقت ملزقه.
عشان كده بس انا بعملها ويعني تفضل تلزق جامد قوي، افضل احط دقيق شويه ومره شويه احط زيت ومره شويه احط ميه. لا زيت، لا زيت خالص ولا ميه، ولا ميه ولا زيت ولا اي سوائل، هو دقيق بس. اظبطي مقدارك، واضح ان انت من الاول بتحطي مقدار سوائل زياده، فقللي السوائل اللي انت بتحطيها او زودي الدقيق، امشي على المقدار اللي احنا عاملينه اهو مظبوط. انا هجرب الطريقه بتاعت حضرتك دي بتاعت النهارده. جربيها ودايما حطي السوائل تدريجي، ما تحطيش مره واحده، حبه حبه لحد ما تلاقي العجينه تمام، خلاص هوقفي. ماشي. واهلا وسهلا بيكي يا حبيبتي. نبص كده ايه الاخبار. انا شايفه قمر بيحصل فوق وتحت، قمرين. هديها بس يعني ايه دقيقه كمان. تعالوا نعمل كور تانية. تفضلوا بقى كده تفردوا في العجينه، تكوروا فيها وتحشوها زي ما انتوا عايزين، مفيش اي حشوه هتقول لا. عايزه اقول لكم لو عندكم بواقي فراخ، بواقي روست بيف، بواقي اي حاجه في البيت، تقدروا بقى حاجه. عارفين الناس اللي بتجيب جبن وتقعد تشتكي لي يا ساره بجيب الجبن وبتبوظ؟ قبل ما تبوظ يعني، ما تستنوش عليها لحد ما تبوظ، قبل ما تبوظ لموها كده كلها في كيس وسيبوها في الفريزر، وساعة ما تيجوا تعملوا معجنات من النوع ده تقدروا تاخدوا منها متقطعة بقى، تضربوها في الكبة أي حاجة، تاخدوا منها الميكس كده على بعضه، أي حاجة، بواقي لانشون على بواقي جبن على بواقي أي حاجة تطلع معاكم حلوة جدا. بصوا هعمل دي بقى يا حبيبتي، جبنة بيضة بالجبنة الرومي، وممكن أحط لها حتة إيه يا سارة؟ تعالوا ناخد لها حتة بسطرمة وإحنا بنكلم الحاج عفاف. يا حاج عفاف أهلا وسهلا. قطع، كلمينا تاني يا حاج عفاف واهلا وسهلا بيكي. بنلم برضو الاطراف ونقفل، واهم حاجه القفله بس دي عشان نخلي الحشوه جوه ما تطلعش كده. تبطيطه صغيره بقى عندنا ساندوتش كمان. تعالوا بقى نطلع اللي في الفرن دول عشان خلاص يعني بقوا قمر ويجننوا. بصوا الحلاوه. هناخد بقى رولات السوسيس ندخلها على طول. شايفين الحلاوه؟ لو عايزينها تطرى او تبقى هشه كده زي بتاعه المخابز هتعملوا ايه؟ اول ما تطلع من الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه، يا لهوي على ريحه البسطرمه فظيعه، اول ما تطلع من الفرن تقوموا مغطيينها. لو غطيتوها بتحتفظ بالرطوبه جواها، فبالتالي بيقولوا عليها ايه؟ بتعرق، فترطب شويه. ده اللي عايزها طريه. طيب تعالوا نعمل حبه كمان من الكور دي، ناخد كره كمان، وممكن نعمل بالحلاوه. عملت مربى، قولي لها يا بنتي قولي لها. يلا تعالوا نعمل بالحلاوه. هجيب برضو حتة كده من الحلاوة اهو مكعب، ونحطه كده في النص، نقفل الاطراف واحنا بنكمل بنكلم جميلة. يا جميلة اهلا وسهلا. الو، ازيك يا جميلة؟ الحمد لله. انت حلوة حبيبتي؟ آه. يا رب دايما. طيب يا جميلة شكرا يا حبيبة قلبي. جميلة كانت عايزة تسلم علينا بس. يلا بينا، حطوا رش الدقيق لو احتاجتوه، لو ما احتاجتوش خلاص مش فيش داعي يعني. طبعا اللي احنا بنعمله ده ينفع يتعمل بأي شكل، يتعمل بشكل اللي انتوا عايزينه في الدنيا، مش هيقول لأ. العجينة مرنة جدا وتنفع تتشكل بأي شكل في الحياة، ما عندناش أي اعتراض. يلا نعمل واحدة كمان، نعمل تعالوا نعمل، ما عملناش تركي خالص، نعمل تركي بالجبن والخضار. ناخد شريحة التركي كده، ممكن إيه نطبقها ونقسمها ونحط لها جبنة شيدر وشوية فلفل
وواحدتين زيتون ونقفل. نلم الأطراف. حاضر حاضر. نلم الأطراف واحنا بنكلم الحاج عفاف وبنشوف الفرن اخباره ايه. اه تحت لازم تطلع حالا يا حاج عفاف. اهلا بيكي. اهلا. ازيك يا حبيبتي؟ الله يخليكي يا شيف سارة، شكرا على كل حاجه بتعمليها. يا حبيبتي تأمريني. اه والله تأمريني. شكرا على كل حاجه بتعمليها. لا شكرا على واجب. تأمريني يا حبيبه قلبي. تسلم ايدك. تسلمي يا حبيبه قلبي. أمريني. انا معاكي يا حبيبتي اتفضلي. ضحكتها جميله قوي، ضحكتها جميله قوي. الله يخليكي. ضحكتك جميله قوي يا حاج عفاف، جبتي لي تفاؤل يا حبيبتي. تفائلنا زياده عن اللزوم، واضح ان التفاؤل فرقع في وشنا. ناخد مدام روحيه على التليفون واحنا بنعمل واحده ثالثه. نعمل ايه بقى؟ نعمل سوسيس وجبنه. يا مدام روحيه اهلا بيكي. ازيك حبيبتي وحشاني. وانتي اكتر يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله وتسلم ايدك والحمد لله بالسلامه ان انتوا بيوتوا مباشر. الله يسلمك يا حبيبتي، وحشتونا جدا والله. لا انت اللي وحشتونا جامد، والمطبخ جميل والحاجه جميله. بشكرك يا حبيبتي من ذوقك، من ذوقك يا حبيبتي. ربنا يخليكوا لينا يا رب كده، وتسلم ايدك على كل اللي بتعمليه. تسلمي لنا يا رب، ربنا يخليكي. وسلمي لي على محمد كتير وعلى فاطمة. كله كله يعني كله. السلام لكل كله كله، ربنا يخليكي. حاضر يا حبيبه قلبي. حاضر يا حبيبتي، اهلا حبيبتي. وسهلا بيكي. اهلا وسهلا بيكي. واحده بالسوسيس والشيدر والموتزاريلا. ممكن على فكره تحطوا اي صوصات، يعني لو حد حابب يحط كاتشب مع اللي بالسوسيس ممكن جدا. هوت صوص بقى، الناس اللي بقت بتحب السيراتشا كده فجاه بقى منتشر في مصر، بقى بيعملوه معامله الكاتشب. الناس اللي بتحب السيراتشا ممكن، ما فيش مشكله. حتة حبة البركة جت في العجينة بتاعتنا. بقى عندنا هو ايه؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة مشكلين. نسويهم؟ اه طبعا يلا نسويهم. تعالوا نجيب صينية. نرصها ونطلع فاصل. صينية ونرش زيت ونبص على الفرن دقيقة واطلعه. رشة زيت صغيرة كده وادهنها. هي الصواني دي ما بتلزقش الحقيقة، بس يعني تأمين، مش هنخسر، مش هيخسر ان احنا ندهن واحد. طبعا لما نيجي نعمل الدوائر دي نحاول بقدر الامكان ان هي تكون كلها نفس المقاس علشان تاخد نفس وقت السوى، فبالتالي ما يطلعش حاجة مستوية وحاجة لأ وحاجة نية وحاجة ما احمرتش فاهمين قصدي؟ يبقى كله ايه؟ سوى واحد. احنا عندنا واحده بس يعني طلعت اكبر منهم سنه صغيره، ما يجراش حاجه تعدي. ندهن ندهن حلو قوي عشان اللمعه الحلوه اللي بنشوفها دي بتيجي من الدهن. الناس بقى اللي عندها عقده اصل انا لما بدهن بشم ريحه زفاره. جماعه القهوه سريعه الذوبان لما بنحطها ولا بتشم ريحه اي حاجه، وهي بتبقى حاجه نفسيه الصراحه، بيبقى عشان انت عارفه ان فيها بيض فانت شماه، لكن هي على ارض الواقع ما فيهاش اي حاجه. باكد لك هذه المعلومه. رشه حبه البركه حبة البركة مفيدة جدا. نقدر نرش شوفان، نرش شيا سيدز، بذور شيا براحتكم بقى. يعني تقدروا تستغلوا موضوع الرش ده في انكم تدخلوا حبوب مفيدة كده ايه للأكل، للوش. تقدروا ترشوا بابريكا، كمون، ملح، بذوقكم بقى. نعم 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 نعم. يلا بينا نلحق اللي في الفرن قبل ما يروح مننا. الله بصوا الحلاوه، مبقلص كده والسوسيس جواه
وحاجة آخر لذيذة، ودخلنا الصينية اللي عملناها. بفكركم تاني على الخبز كان على درجة حرارة 220 ل 240، فرن سخن جدا جدا جدا، وممكن واحنا بنخبز نرش الوش مية لو احنا عايزينها طرية قوي، بس هي الحقيقة العجينة طرية قوي مش محتاجة ان احنا نرشها بالمية، ممكن ترشوها لما تطلع او تغطوها وهي هتطلع طرية معاكم. يعني بصوا اللي غطيناها، بصوا طرية ازاي، اللي تتغطى تبقى طرية جدا اهي. فتعالوا نغطي دي عشان تفضل طرية برضه، دي كده حلو طريت مننا. يلا فاصل صغير هنروق الدنيا بقى ونظبط الدنيا عشان نرجع نقدم مع بعض كل اللي عملناه النهارده، مستنيكم. رجعنا من الفاصل، واعتقد يعني العرض رائع، في عاملينه قبل الهوا وفي عاملينه على الهوا معاكم، وكله اهو على بعضه هوريكم دلوقتي النتائج اهو. ده مثلا عاملينه على الهوا، ده عاملينه على الهوا، ده عاملينه على الهوا، ده على الهوا، ده عم جهزناه قبل الحلقه، فعادي طالعين زي بعض يعني، في بس اللي رشناه وفي اللي ما رشناهوش. بصوا هنا الجبنه يعني بظت من العجينه وطلعت بره، فانتم متخيلين الحلاوه يعني، ده هيبقى فظيع. عندنا كمان شويه سندوتشات كبيره، عايزه بس الفت نظركم لحاجه انكم تقدروا تعملوا كده زي ما احنا عاملين، تقدروا تعملوا ساندوتش كبير وتقدروا تعملوا ساندوتش صغير، الموضوع يرجع لانتوا اكله ولادكم ايه. يعني لو ابني صغير خالص وانا عارفه ان هو بياكل كده حبه يعني قطمتين ويقوم رامي لي الباقي، فحرام بدل ما يرمي لي الباقي اعمل له حاجه صغيره على قده وخلاص، ما كبرش في المقاس. لو احنا بنعملها لكبار شويه او عارفين ان اكلتهم لا اكبر شويه خلاص نكبر، فانتوا طبعا هتعملوا المناسب لاولادكم زي ما هم بيحبوا. العجينه النهارده كانت من اسهل ما يكون الحقيقه، وما خدتش مننا وقت يذكر خالص زي ما انتوا شايفين. انا مش عارفه هنلحق نطلع اللي في الفرن ده ولا لا، هو نصيبه بقى. بس الخلاصه ان النتيجه طالعه معانا جميله جدا. انا عايزه اجيب دول هنا واجيب دي هنا، انتوا تمام بالنسبه لكم كده؟ ماشي. والعجينه اللي عملناها في الحلقه اهي، بصوا بدات تخمر وجميله ازاي، دي عجينه الحلقه عشان برضو تبقوا مطمنين، لان نتائج الحلقة هي نفس النتائج اللي بنشوفها بعد الحلقة. الكلام الجميل ده كله احنا عملناه بعجينة بسيطة جدا، ما فيهاش مكونات اكتر من دقيق مية زيت وخميرة وسكر، وطلع منها كل الحلاوة دي. فاللي عايزة اقوله لكم ان ما تفتكروش ان لازم نقعد نحط حاجات فظيعة ونعمل معرفش ايه ويبقى عندي عجان فظيع. عايزه هنا كده تمام كده؟ ماشي. لازم يعني تبقوا عارفين ان الامور حقيقي بسيطه، مش لازم نعقدها ابدا لنفسنا، ومش لازم نبقى متخيلين ان قوي ان يعني لازم يبقى عندي كل الاجهزه بقى الفظيعه اللي في الدنيا عشان اعمل شويه عجينه. العجينه دي انا لو عجنتها بايدي هتديني نفس النتيجه لانها عجينه بسيطه جدا. بفكر ان دايما بنضيف الميه تدريجيا، لان الميه كميتها بتفرق على حسب نوع الدقيق، على حسب درجه حراره اليوم، على حسب درجه رطوبه اليوم، على حسب نوع الخميره اللي انا مستخدماها، حاجات كتيره جدا بتاثر على انا هحتاج ميه قد ايه. فما كتروش في الميه علشان لو كترنا مش هنعرف نشيلها تاني، ولكن لو حطينا تدريجي هنعرف نزود كل ما نحتاج. حلقتنا النهارده اعادتها هتكون الساعه 8:15 بالليل، وكل حاجه بنعملها اثناء الحلقه بتنزل على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا الخاصه بالقناه بي ان سي ايجيبت او بي ان سي فود. بتلاقونا موجودين معاكم على اليوتيوب والانستجرام والفيسبوك، وكمان انا موجوده معاكم على الثلاثه بلاتفورمز دول بكل الاكونتس الخاصه بيا ساره عبد السلام بالعربي وبالانجليزي، وبنرد عليكم ونشارك بكل حاجه انتوا عاملينها او انتوا عايزين تعرفوها يوميا. اتمنى يا رب ان الحلقه تكون فادتكم ونفعتكم، واتمنى ان وصفاتنا النهارده تكون هتفيد في افكار اللانش بوكس اللي
تقدروا تحطوا فيها ايه. اشوفكم ان شاء الله بكره على خير في حلقه جديده من سنه اولى طبخ، ومع السلامه.